أهلا بكم في استعراض حدث هذا الأسبوع في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. يحاول طاقمنا من المحللين والموظفين كل أسبوع مساعدتكم على فهم الحدث الرئيسي المقرر في السوق خلال الأسبوع المقبل. عادة ما يكون شهر أكتوبر غالبا الشهر الأكثر تقلبا لأسعار الأسهم في الولايات المتحدة. السبب في هذا هو أن موسم أرباح الربع الرابع والذي يبدأ كل عام في الأسبوع الثاني من أكتوبر هو الوقت الذي تعلن فيه الشركات الأمريكية المتداولة عما إذا كان أداؤها أفضل أو أسوأ مما كان متوقعا لهذا العام. يسمى هذا بتأثير أكتوبر، ومن البيانات الموجودة لدينا في هذه المرحلة يبدو أن عام 2015 هو أحد الأعوام التي تكون فيه السوق عرضة للتحطم خلال هذا الشهر. في حين أن توقعات اتجاه أرباح الأسهم على المدى الطويل تستند إلى توقعات الأرباح في المستقبل، عادة ما يكون السبب وراء ردة الفعل الأولية على كل تقرير هي ما إذا كانت الشركة قد لائمت، خيبت أو فاقت توقعات الأداء الفعلي في الربع الماضي. يغير المحللين تقديراتهم للأداء الفعلي على مر الزمن. يمكننا تتبع هذه التغييرات لمتوسطات السوق وكذلك الأسهم الفردية. ليس من المتوقع أن تقديرات أرباح الربع الثالث تراجعت 3.1% في يوليو إلى 5.8% في سبتمبر، وهو أسبق مرتين مما توقع المحللين في الأصل. وعلى الجانب المشرق، هذا يعني أنه تم خفض الشريط، ويمكن الأرباح الفعلية بسهولة أن تفوق متوسط التوقعات، مما قد يبقي معنويات المستثمرين إيجابية. وهذا هو عادة ما يحدث في هذه الحالة، ومع ذلك إذا لم تتمكن الشركات من التغلب على تقديرات الأرباح فإن التحول في المشاعر يمكن أن يكون مثيرا للغاية. في حين تبلغ قيمة الشركة السوقية فقط 12 مليار دولار، يبدو أن شركة المعادن ألكوا مرشحة محتملة لتشكيل نقطة محورية في موسم الأرباح كل سنة، ولكن للتقليد الكثير من الوزن في وول ستريت. ومنذ سنوات لقد أعطى تاريخ الإبلاغ المبكر لشركة صناعة المعادن ألكوا دور رائد في تحليلات السوق للربع الجديد. ستعلن ألكوا عن نتائج يوم 8 أكتوبر، ويرى العديد من المستثمرين أن تباطؤ الشركة المتوقع في الإيرادات والأرباح هو إشارة لما يحتمل أن يكون ربع آخر من النتائج الضعيفة في السوق. ولكن موسم الأرباح قد بدأ فعلا، وصدر النتائج بالفعل من 15 شركة من شركات مؤشر S&P 500، وتشمل هذه النتائج المبكرة نتائج شركات مثل نايكي وفيديكس وغيرها، وكلها تنتهي أرباعها المالية المنتهية في أغسطس، وتعتبر كجزء من رصيد الربع الثالث لعام 2015. هناك المزيد من التقارير المتوقعة هذا الأسبوع، حيث ستعلن 20 شركة عن نتائج، بما في ذلك 4 شركات عضوة في مؤشر S&P 500.